السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامج مسار مولوع المعروف باستضافة المولوع اللي في المغرب. إخواني، هذه الحلقة غادي نقدم لكم مولوع معروف غني التعريف، حكم وطني، شفتوا لابوند دانونس ديالو. اذا ما عندي ما نقول لكم عليه الا واتبعوني باش تفرجوا معايا في الحلقه ديالو وتعرفوا عليه بعض الامور اللي ان شاء الله غادي يقولها في الحلقه ديالو. فمرحبا بكم مره اخرى وشكرا. السلام عليكم خويا مراد. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير بخير؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. مرحبا. كالعاده ما كاينه الغفله. والله وشكرا على الاستضافه ديالك. مرحبا والف مرحبا. والحمد لله انت راك عارف هذا البرنامج هذا، وكتعرف بان عندي برنامج اللي ربما تفرجتي في بعض الحلقات ديالو اللي هو مسار مولوع على قناه علي تي في ماروك، اللي كتستضيف المواليع سواء شباب او مبتدئين او قدماء او شيوخ، انما هي خاصه باش نتعرفوا على حياه المولوع او بدايه المولوع مع هاد الطيور بصفة عامة وبصفة خاصة الحسون. خويا مراد، اليوم جات نوبتك انك تعاود لينا القصة ديك مع الطيور من البداية من الطفولة، ثم قبل من هادشي تعطينا بطاقة تعريف ديال مراد الميموني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. مرحبا بك سي علي في عند خوك في طنجة. بارك الله فيك. في أي وقت تشرفنا، وصراحة هذا نهار كبير اللي شرفتنا وصلت عندنا لطنجة هنا. بارك الله فيك. صراحة عبد ربي مراد ميموني من مواليد 76 1976 بالجزائر العاصمة. تبارك الله. الله يحفظك. جزائري المنشأ والأصل. نعم. المدينة خويا مراد؟ أنا صراحة من هي الأبوين. نعم. من العاصمة. نعم. ولكن يعني كبرت وتربيت في مدينة بجنب العاصمة اللي هي بومرداس. بومرداس. حتى الدراسة تما؟ حتى الدراسة تما، دراسة بطبيعة الحال ابتدائية والثانوية، ولكن الجامعية كنكون في العاصمة. العاصمة. جيت المغرب في 1994. مرحبا. فين زاولت هنا الدراسات العليا بالمدرسة العليا للتجارة والتسيير بطنجة. دونك أنت اللي جيتي الأول ولا الوالدين؟ لا، الوالدين هما اللي جاوا قبل مني بتقريبا بواحد 6 شهور. نعم. عاد التحقت يعني بعد، انا كنت انا ذاك كنت في الجامعه. جامعه الاقتصاد. نعم. في الجزائر العاصمه، يعني بعد هما كانوا جاوا في يعني في شهر 1 1994. نعم. ويعني بعد انتهاء من الدراسه، يعني الموسم الدراسي بعد ما انتهى، التحقت بهم هنا مدينه طنجه، كانوا في مدينه طنجه، التحقت بهم مدينه طنجه يعني في الصيف 1994. عجبك الحال؟ انت جيتي دغيا؟ حيت جيتي كبير على ما اظن. لا، جيت كبير طبعا الحال، ولكن الحمد لله والتوفيق من الله انسجمت بسرعه، بحكم ان مدينه طنجه عندها شبه كبير بالمدينه اللي كبرت فيها وتربيت فيها، يعني مدينه ساحليه، مدينه يعني عندها تقريبا نفس الميزات. ولهذا كذلك بفضل ثاني طبعا بفضل الله وفضل الدراسه. نعم. في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، بصراحه تلاقيت مجموعه من الاصدقاء. نعم. اللي بالعكس هما سهلوا لي الماموريه الانسجام، والحمد لله. حتى رجعت يعني ماشي فقط صديق، رجعت الاخ ديالهم. والحمد لله دوزنا واحد الفتره جميله في الدراسه هنا، 4 سنوات في المدرسه العليا اللي تخرجنا بعد منها، وبقينا لحد الان اصدقاء. الحمد لله. عندنا صداقه قويه بيناتنا الحمد لله. وطبيعه الحال كان هذا الاندماج يعني. نعم. في المجتمع كطنجاوي ابتدا. نعم. من هذه المدرسه، يعني هنا تعرفت على ناس طنجة، تعرفت على ناس جاوا من فاس، جاوا من الرباط، جاوا من مكناس، جاوا من عدة مدن.
يعني والحمد لله تعرفنا عليهم نعم وبقات حتى الان انا بقى علاقات جيده معهم. والحمد لله خويا مراد، كيفاش تولعتي؟ انا ملي كنقول كيفاش تولعتي علاقت مع الطيور، لان اولا ماشي في المغرب، هذه باينه 100% غادي تكون واحد 40% كلها في الجزائر. هنا هذه انا عجبتني، علاش؟ غادي نعرف ثقافه اخرى ديال الاطفال الجزائريين وديال الشباب الجزائريين. كيفاش هي الولاعه؟ بديت الولاعه في الجزائر كان عندي تقريبا 5 سنوات. نعم. يعني 5 6 سنوات. نعم. احنا في الحومه ديالنا في المدينه كل نهايه اسبوع. نعم. اللي كان كيوافق الجمعه. نعم. كان عندكم انتم الجمعه؟ آه. كان عندنا الخميس والجمعه. آه. كل نهايه اسبوع يوم الجمعه بالضبط في الصباح. نعم. يعني ابتداء من 8 صباحا كانوا كبار ديال الحومه كيخرجوا عندنا واحد فضاء اخضر فيه احجار وفيه كراسي ولا المدينه نيت تما في الحومه. آه. كيتلاقاو فيه مجموعه، يعني المدينه كامله كتلاقى في هذيك كان يعني هاد الناس هادو كانوا كيخرجوا كيدوق فوصه في يدهم ديال المقانن وكيعلقوهم في الشجر. المقانن انت نتوما كتقولوا المقانن؟ حنا كنقولوا المقنين. المقنين داكو بحالنا وصافي. حتى هما كياخذوا هاد المقانن كيعلقوهم في الشجر، كان عندهم صامر في الشجر كيعلقوهم وكيتصنتوا. نعم. كانوا كيتصنتوا الكلام، كلام الخلوي، هذا اش كيقول وهذا اش كيقول. حنا في ذاك العهد كنا صغار، كنا كنخرجوا كنمشيو لذاك الفضاء الاخضر كنلعبوا كره، كنلعبوا كذا، هما كيجريو علينا انا كنبرزطوهم. وحنا كان كيثير اهتمامنا داك الطير اللي في القفص اش كيقول، علاش كذا، كان فيه اللون الاحمر والاصفر وكذا، وكان مزيون. كنا كنرجعوا للدار كنمشيو عند والدينا شريو لنا حتى حنا خصنا الطير. كيمشي ويقولوا لنا ها البيروش ها الكنار، لا 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 حنا خصنا المقنين. علاش؟ لان كنشوفوا الكبار، ان الناس هذوك الناس كانوا كبار، يعني كانوا شباب، كانوا شباب ثلاثينات اربعينات خمسينات ستينات كاملين كيتلاقوا في هذيك المجموعات. اذا هنا فين انا اول مره تعرفت على الطائر، طائر الحصون. نعم. والوالدين، الوالده الله يذكرها بالخير والوالد الله يرحمه، الله يرحمه، الوالده مشات، كان سوق اسبوعي وكان فيه في جنب سوق اسبوعي واحد الناس كيصطادوا المقنين وكيجيو يبيعوه. نعم. اقتنت لي واحد المقنين، واحد القفص والماكله هذاك المقنين كان اول مقنين، كان عندي تقريبا 6 سنوات. دخل الدار ومن تما وانا يعني مولوع بالطائر الحصون. والولاعه زاد تطورت بعد، يعني لما كان في عمري تقريبا 8 سنوات وتعرفت على واحد الصديق في المدرسه. سميت هذا الصديق باقي تعقل عليه؟ ماشي نعقل عليه، راه باقي نتواصل معاه حتى الان. تبارك الله. سميتو سالمي حسن. سالمي حسن. سالمي باقي عايش في الجزائر؟ باقي عايش في الجزائر، وغنصيفط لك واحد الفيديو اللي كيتكلم معايا وكيوري لي الانتاج الحسون اللي عنده حاليا. تبارك الله. هذا الصديق ديالي هو حاليا ماشي صديق، راه بحال اخ. نعم. انا بالنسبه لي نسلموا عليه من هذا المنبر. هذا اخ عزيز عليا بزاف. تلاقيت معاه كانت في السنه الثالثه ابتدائي. نعم. وكنت مشيت معاه للدار، مع هو ساكن في واحد المنطقه ليست بالبعيده على المنزل ديالي، ومنطقه غابويه. وفي الدار تاعهم عندهم ان شون تاع يزرعوا شلاضه ويزرعوا الاخر، وهو تما فين كان كيصطاد المقنين. نعم. ومشيت معاه للدار ورالي كيفاش كيدير بالصاق وكذا، واصطادنا المقنين تما في الدار. فديك العهد انا كنتكلم لك في 1900 وتقريبا 84 85. وصطدنا المقنين تما، وكان عطاني واحد ولا جوج ديتهم حتى هما ربيتهم. وتما فين بدات هذيك العلاقه والحب كتطور مع المقنين. الاب ديالك كان ضد ولا مع؟ لا، وصراحه الاب ديالي كان عاطيني الحريه في هذه الهوايه. نعم.
يعني مع الأب ديالي كان بين هواياته كان الصيد بالقصبة، الصيد بالغطس، تبارك الله. كان يعني كاتب ياك؟ كان كاتب روائي باللغة الفرنسية، وكانت عنده هوايات. يعني فهم، يعني فهمك. يعني ملي شاف أنا عندي ميول للطيور طبعا احنا ما منعش، بالعكس خلاني في هواية ديالي. الإخوان ديالك؟ لا، الإخوان ديالي حتى واحد ما كانت حتى عنده، واحد ما طلع لهادشي. وسبحان الله حتى واحد في العائلة ما طلع بهواية تربية طيور. الطيور، أنا الوحيد اللي كنت مشيتي يعني لهذا الاتجاه. مشيت هذا الاتجاه هذا. بالنسبة لهذيك لا بيريود ديال في الجيري، انك رجعت وليتو كتصيد المقنين بكثره، وليتو درتو هادشي ديال لي كناري. بطبيعه الحال دوك الناس اللي كنتي كتسمع وكيعلقوا الطيور، انك باقي في ذاك الوقت يعني طورتي شويه المسائل ديالك مع الطيور. واش بديتي كتجمع معاهم كتقول هذا علاش كيتصنطوا ليه، اش كيتصنطوا فيه، ولا انت كنتي غير تشري وتبيع وتصيد وتضحك؟ لا، احنا صراحه في ذاك الوقت انا بعد ما قتنت الوالده لي هذاك طائر الحسون في القفص، كنت حتى انا في الجمعه كنت كان ديفيدي وكنمشي ذاك عند نجلس مع ذاك الناس. ولكن كانت عندنا احنا في ذاك الوقت ان كيسمونا المصاغر، مصاغر معناتها مصاغر 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 يعني احنا صغارين، ما يخليوناش ينجلسوا معاهم، يقول لك مصاغر يجلسوا مع المصاغر والكبار مع الكبار. اذا كنا كنمشيو لديك الساحه ولكن كنجلسوا في جنب، ما كندخلوش في وسط منهم وما كيخلوناش نختلطوا بهم لانهما كبار، وانت عارف النقاشات تاع الكبار ماشي هما ديال الصغار. اذا كنا حنا جالسين جنب، كنا كنستمعوا الغناء تاع المقنين الخلوي، كنا كنسمعوا بعض الالفاظ تيواواطي وكذا وموندولين كذا، وكنا كنسمعوا بعض هادو الاسامي، هادو اسامي ديالكم انتوما في اسامي بعض التغاريد لي باساد كذا، كنا كنسمعوا لهاد لي باساد سا فودير كوبلا كوبلا، كنا كنسمعوا لي زورنومون لي زورنومون لي مواد تعايد وتزاوق وكذا، كنا كنسمعوا هاد. ولكن ما تمكناش اننا نستفادوا بزاف لان هما كانوا مانعين علينا اننا نختلطوا معاهم ونجلسوا معاهم. ذاك الانتقال ديالك، الانتقال ديالك للمغرب في 1994 ياك؟ بالضبط. يعني وصلتي 17 18 عام كنظن. نعم. يعني البكالوريا، ضربتي الباك ديالك، الدراسه، انقطعتي على الهوايه ملي دخلتي للمغرب، ولا والديك قالوا لك انقطع عليا دابا على الهوايه الله يخليك، المعقول اللي بدا دابا؟ نعطيك واحد المسألة ظريفة صغيرة. كان عندي 17 عام وكنت مشرف على امتحان البكالوريا. نعم. 1900 يعني موسم 92 93. كان عندي 17 عام، مع دخلت 5 سنين من المدرسة. الوالدة الله يذكرها بالخير قالت لي وليدي راه كاين في المعهد كيعملوا يعني ساعات اضافيه في الرياضيات والفيزياء تحضير الامتحان البكالوريا. قالت لي نعطيك الفلوس ومشي تما قرا، زيد قرا باش تنجح ان شاء الله في البكالوريا. قلت لها الوالده اعطيني هذوك الفلوس، راه انا وصاحبي هذا حسن سلمي راه شفنا عند واحد الجار راه جاب تما راه جاب الله اعلم فرنسا جاب واحد كوبل ديال الكناري ايزابيل وراه فقصولو وعنده جوج نتوات وبغينا ناخذو من عنده جوج نتوات باش نخدمو بهم. قلت لها صاحبي ياخذ يدبر فلوس، ياخذ وحده وانا ناخذ وحده، ارى لي ديك الفلوس نمشي ناخذ بهم هاد لانتا. قالت لي وليدي والقرايه؟ قلت لها انا كنوعدك الوالده نجيب الباك. قالت لي متاكد؟ كلمه. قلت لها كلمه صاحبي. عطاتني فلوس، صاحبي شرا وحده وانا شريت وحده. الباك جبتيه؟ والباك جبتو. تبارك الله عليك. والسوايع ما قريتهمش. انا كنت خارج من الليسي، واحد صديق اخر حتى هو اخ ديالي سميتو لامين، كنا خارجين، كنا كنقراو حنا ثلاثه بينا في نفس المدرسه. نعم. خارج باب المدرسه باب الليسي انا وصاحبي. قلت له صاحبي، قلت له لامين مازال 3 شهور على الباك. قلت له نحطوا راسنا ونقراو ونجيبوا هذا الباك نحيدوا علينا. قال لي مراد انا هذا العام لا ما بانش ليه حتى العام الجاي. قلت له لا انا خصني نحيدوا عليا.
قلت له انا راه وعدت الوالده خصني نحيدوا عليا، نحيدوا عليا صافي. قال لي انا هذا العام لا. من ذاك الوقت 3 شهور ما خليت مكتبات، مشيت ليهم. كانوا عندنا حنا مدينه فيها جامعات بزاف ومعاهد عليا، كنت كنمشي للمعهد هذا كندخل كندي محفظه الوالد، ديك محفظه الجلد، كندخل كندخل المعهد كطالب مع ما يعني 17 عام ما يفرقش بين 17 18 19. كندخل المعهد كطالب وكنمشي للمكتبه وكنطلب من الطلبه يجيبوا لي كتاب الرياضيات وكتاب الاخر وكنراجع. وبقيت على هذا المنوال 3 شهور حتى نجحت والحمد لله وتوفقت وجبت البكالوريا الحمد لله. وقلت لها الوالده ها انا الوالده انا جبت البكالوريا. ما صدقتش في الاول ولكن ملي شافت النتيجه افرحت والحمد لله. 94 لما الدخول ديالك الى المغرب، الدخول ديالي للمغرب كانت رحله العمر. من انطلاق من بومرداس جيت انا وجوج، جيت انا والصديق ديالي الاخ سلمي حسن. هذاك هذاك جا معايا في الطوموبيل. كاين هنا في المغرب؟ لا رجع رجع. جيت انا وياه والكراسه دلور كانوا فيهم 3 قفوصة عامرين بالطيور. اش من الطيور؟ كناري. كناري ومقنين. تبارك الله جبتهم من هنايا؟ جبتهم معايا. خليت اللي خليت عنده وجبتي اللي باش وجبت اللي جبت. يعني انقطاع ما كانش، يعني ولاعتي جبتها معايا ما انقطعتيش. ما انقطعتش. وقعت لنا حادثه مؤلمه وانا في لادوان في وجده. حطينا السياره في واحد تحت واحد الشجره وفتحنا شويه لي فناتر وتعطلنا في الديوانه باش يطبعوا لنا في وجده باش يطبعوا لنا لي باسبور ندخلوا كذا. تعطلوا علينا. الشمس تحركت دارت ضربت الشمس في الطوموبيل. ملي رجعنا للطوموبيل لقيناها فران فران. ماتوا لنا مجموعه، ماتوا لي مجموعه من الكنار وعاشوا اللي عاشوا. انا بغيت مراد نعرفوا امتى 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 قاسوا التغريد. ها الخلوي مثلا امتى واش تعرفتي على ناس في المغرب كيديروا الودانيه والخلويه، ولا غير بوحدك بديتي الكماله ديال 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 الاجتهاد ديالك في الجزائر هو اللي خلاك ترجع للميدان ديال التغريد تقول لا؟ انا بصراحه ملي وصلت طنجة ما تعرفتش على بزاف الاصدقاء، يعني جميع الاصدقاء اللي كانوا معي في الدراسه لا علاقه لهم بتربيه الطيور. داكوغ. يعني كنت الوحيد اللي كان يعني المتنفس الوحيد اللي كنت اللي كان عندي هو كنمشي للاسواق كنشوف طيور. ولكن بعد ما رجع الانترنت متاح نوعا ما كان يلاه بدا هذاك 2000 تقريبا. والله ما عرفتش من عام كان بدا. قبل لا لا قبل 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 2000 كنا كنمشيو للسيبر قبل و... لا ماشي على الانترنت يعني لا لا شوف انا كنتكلم لك في 98 99 بدا دوك الانترنت الاولى. انترنت الاولى اللي خصك نيت سكايب والياهو. لا حنا هذاك ديال الشات اي ار اي ار ام سي. لا لا بلا سيسمي عرفت الميرك. ميرك الميرك ميرك انا كنهضر لك فاش انترنت سميتو الاخر. شوف انت ام اس ان انترنت كنا باقي هذاك المودم ديال اتصال في المغرب الزرق هذاك الصغير اللي كتسمعوا فحال التليفون كيصوني هذا كنا دخلناه. من تما بديت كنكتشف سكون ابل لي بلوك. اي لي بلوك كانوا كتار. تما بديت كنكتشف لي بلوك ولي بلوك كيتكلموا على تربيه الطيور وخاصه في فرنسا وبلجيكا. وبديت كان يعني رجعت مهتم كثير. كانت عندي واحد لي فافوري يمكن نقول لك فيها شي 60 ولا 70 بلوك كاملين مربيين في فرنسا بلجيكا ايطاليا المانيا سكي كولور سكي بوستور. يعني بديت كان الفاش يعني بديت كنشوف على عالم الطيور يعني سواء المقنين او لي كناري او بديت كندخل في هذا المبحث وكنقرا الامراض الدواء كذا. يعني من هنا بديت هذه المرحله بدأت اخرى تغيير تغيير ديالك ك واحد عادي تا وليتي كتشوف داك الشيء بقوامه. بالضبط. واخا خويا مراد اذا انت الخلويه ما دازتش كاع في ودنك بزاف يعني الودانيه اللي كنهضر لا ما دازتش في ودنك بزاف. اذا مراد
اوتوماتيكمون غيدوز واحد المرحله اللي هي الكوبيه. مواد كيفاش دازت هاد الكوبيه؟ هاد لو بريدج كيفاش دازت منه؟ هي شوف للاسف انا قلت لك في لونتوراج ديالي ما تلاقيتش مع ناس اللي كيخدموا لا الوداني ولا الكوبيا. ولكن وصل واحد الوقت يعني كنت باغي نمشي لشيء جديد في الهوايه. كنبحث على شي حاجه جديده في الهوايه يعني من غير التربيه الكلام. بقيت كنفتش جبرت في واحد البلوغ معروف هنا في المغرب كاناري فانز. كاناري فانز جبرتهم كيتكلموا على وحطوني صور بعض لي كونكور تاع تاع الكوبيا. اهتميت بالموضوع. كنت وصلت عملت جاوبت عملت رساله طلب في هذيك الاخر ما تجاوبوش معايا يمكن. وبقيت في بالي دائما ان مادام كاين كونكور دي كونكور انني خصني نوصل لهذا بصح لهاد لي كونكور نعرف في الاخر. وبالصدفه يعني هنا مرت عشرات السنين 10 سنين مرت يعني بالضبط اش من العام 2010 2010 2010 كنت مشيت انا والاهل الى مدينه القصر الكبير. و كانوا واحد الاطفال ديال النسيب ديالي يعني الاخ ديالي هذيك الساعه كانوا عندك وليدات ولا كان عندك تزوجت وعندك وليدات وكلشي. الاولاد ديال الاخ المدام قالوا لي عندهم خالهم حتى هو كيربي. لان في ذاك الوقت كنت مره مره كندي معايا الطيور ملي كنسافر تما ندي معايا الطيور. قالوا لي كيربيو الطيور. وكان النسيب ديالي انا ذاك حسن الله يذكره بالخير كان حتى هو كيربي وكان مخارط في جمعيه الاصدقاء ديال القصر اصدقاء الطيور القصر الكبير. ولكن ما يعني ما كانش عندي معاه علاقه كبيره باش يقول لي كاين جمعيه وكذا ويعرفني على الجمعيه. قالوا لي دونك هذوك الاطفال قالوا لنا قالوا لي راه حبيبنا حبيب ديالنا راه كيربي وكذا وكذا وكذا. قلت لهم ضروري نمشي عنده ونشوف راه عنده الطيور وكيصطاد وكذا وكذا وكذا. وما قالوا لي على اساس انه زعما كيصطاد الطيور وعنده الطيور وكيربي الطيور وكيعمل كريه وكذا. يعني يمكن شهر او شهرين بعد جات الفرصه مشيت عاوتاني مرتين تما وطلبت من احد الاطفال قلت له تمشي معايا في الساعه كوش كتعرف فين كيسكن حبيبك. قال لك اياه يلا تمشي معايا. مشى معايا ودق عليه خرج تعرفت عليه. سي خليل معروف بخليل الحوات اولا كيعيطوا له خالد موالي راه بزاف كيعرفوا. رحب بيا وطلعني للبراك عنده الفوق فين عنده الطيور وكذا وجلسنا وتولعنا تما. واش لقيتي يعني اش لقيتي متغير تما ولا شنو هو الفرق اللي انا تما عنده الكريه. ولكن ملي كنت طالع في الدروج سمعتي شي حاجه؟ سمعت الكوبيا. كنا ديك الوقيته كان يمكن شهر 7 ولا شهر 8. يعني وقت الكلام وقت الحفاضه. كان عنده فراخ في البوشيطات وكذا شي كيبان لك شفتو معلقين تما في الدروج كلام الام بي 3 خدامه الراديو. شنو هذا الشيء؟ بديت كتسائل ما ولكن بحكم اول مره كندخل عند السيد جلست كرمنا باتاي كذا وكنهضروا وكذا وانت منين وانا كذا وانا كذا وكذا وكذا وكذا. ولي تار انتباهي وهذا هو كانت نقطه التحول. هذه المهمه كاع نقطه التحول. لي تار انتباهي واحد ينافيش ديال الكونكور ديال جمعيه اللوكوس. ديك لافيش ديال الكونكور شفتها قريتها رجعت بيا الذاكره اللي كنت شفت في كناري فانز. تما سولتو شنو هاد لافيش هادي؟ بدا كيعاود لي
الكلام كذا كذا، ما عنديش كتشوف كتكتشف الديكورات كذا، كومون سا سباس، كيفاش كيكون امور كذا كذا قوانين كذا، هذه التحكيم. عالم اخر. هذا الشيء هو اللي كنت كنفتش عليه، قلت هذا اللي كنت كنفتش عليه انا جبرته. طلبت منه، كان هذه سنة 2010، طلبت منه قلت له الله يجازيك بخير، أول كونكور علمني ضروري ما نجي نشوفه نحضر. قال لي إن شاء الله. للأسف مرت عامين على هذا التاريخ هذا، ومشيت عنده عدة مرات، كل مرة كنت كنذكره، وكل مرة اما كنكون في لا بيريود لي ماشي لا بيريود تاع لي كونكور، يعني كنكون في شهر 8 9 10 11 12 نعم. 1 2 باقي وبقيت كان انسيستي عليه انسيستي عليه انسيستي عليه حتى 2012. زياد سيموال 2012 نعم. كنت ماشي القصر، كان يوم الاحد شهر 6 نعم، شهر 6 كان يوم الاحد صباحا، ماشي انا والعائله بالسياره ماشي مدينه القصر كامل لزياره يعني الوالدين وديال المدام. ويجيني اتصال هاتف وانا في مشارف يلا خارج طنجة. يجيني اتصال هاتفي من عند من عند خليل بخير كذا، فينك يا مراد؟ قلت له انا ماشي قصر كبير ان شاء الله نشوفوك نتلاقاو. قال لي انا في طنجه. طنجه واش كدير في طنجه؟ قال لي راه كاين فينال ناسيونال، كونكور ناسيونال كوبيا شون كوبيا. فين هادشي؟ قال لي في الفروسيه. قال لي كتعرف؟ قلت له يا ودي طبعا انا كنعرف الفروسيه. قال لي المهم حنا تما. اوكي شكرا على المعلومة. وقفت السيارة، سلمت المفاتيح السيارة للزوجة، هس الساروت. شوف كنت بالقندورة هزيت ورد الدار وفلوس الطاكسي، شبرت طاكسي من تما، كنت مع خرجة طنجة شبرت طاكسي صغير من تما الفروسية مباشرة. والمدام ما تقلقاتش؟ بالعكس قالت لي ما كاين حتى اشكال معايا، حتى هي كانت تبارك الله تبارك الله يعني الكوندوي تخي بيان. والاخر ها هما سيري، لان كنا غنمشيو في نهارنا ونجيو في نهارنا. داكور دونك قلت لها انا هاد ليفينمون امبوسيبل نضيعو، هادي عامين وانا كنتسناه وتسنيتو اكثر من عامين. كنت كنتسنى يمكن 10 سنين وانا كنت باغي ندخل هاد الميدان هذا، ولكن لم تتيح لي الفرصه وما جبرتش يعني الفرصة باش ندخل لهذا الميدان. نعم. إوا من تما مشيت مباشرة للفروسية، وملي وصلت الفروسية اتصلت بالأخ خليل اللي تلاقاني ودخلني لموضع المباراة وعرفني على الجمعية المنظمة آنذاك، كان جمعية اتحاد وكان الرئيس زهير حادوش، وتعرفنا على الإخوان. تحاضر في هذه. وعرفني على المحامي رئيس الجامعة، وعرفني على الاخوان في جمعيه اللوكوس انذاك. كي جاك داكشي؟ شوف انا كان عندي ديك اللحظه بحال ان شوك ايموسيونيل، يعني داكشي اللي كنت باغيه دخلت واحد العالم اللي كتبغيه انت نيت اللي كنت كنفتش عليه. ملي دخلت ودرت وشفت الاجواء وشفت الناس بالطيور والتغاريد وكذا ولكن حتى وان الكلام كان كيجيني بحال شي شينوي. بصح ماشي نورمال، انا ودني كانت غير خلوي خلوي، الكلام خلوي خلوي خلوي، كتسمع المقنين العاديه. وحتى جلست مع الناس دلوكوز، كان عندي التليفون وفيه فيه تسجيل خلوي وكنت جالس قدام خالي وبعض الاخوان وجيت نسمع له داك التسجيل الخلوي وقال لي طفي طفي خلاك اي ما فهمتي. قلت له ياك لاباس. قال لي طفي وقفت انا ديك وقفت. قالوا لي حنايا هكذا كيشرح لي كيفهمونا الاخوان تما كذا كذا. تما كانت عندي واحد الحماس انكرويب، وكنت مشيت عند رئيس جمعيه الاتحاد بحكم انا في طنجه، قلت له انا خصني نخرط.
قال لي ودابا حنايا عطله ودابا حنا غن سمي... اه قال لي غيكون عندنا حفل نهايه السنه سنة وكذا 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 وكذا. قلت المهم انا من خصني نخارط وخصني نحضر وكذا، وانسيستيت عليه. وقال لي حنا كنتلاقاو في قهوه منزه جاردن، يعني كان الكونكور الحد الاثنين، كنت في القهوه ديال منزه كارلوس وكنعيط للرئيس كنقول له فين نتوما ما كاين حد وكذا شي. وكان تما كانوا تما بعض الموالاه ما كنعرفهمش بيناتهم، كان سي الحاج الرحموني وبعض الاخوان كانوا جالسين تما. مع مرور الوقت عرفت على الاخوان واندمجت معاهم ومخارط طبيعه الحال معاهم، بديتي بشويه بشويه ديك الساعه كتعب، وبديت الموسم معاهم وبديت كنحضر دروس ديال الكوبيا. بالضبط هذه بديتي كتحضر دروس يكبي اولا بعد الطيور ديالك جداتي ليهم. والله لا سؤال معلم. الطيور بقاو عندي سبحان الله. كان هذاك العام اول مره عملت تجربه ديال الميستو، فرخت الميستو عندي. انا ما كنتش كنفرخ المقانن مره، ما كنتش كنخدم لا تفريخ المقنين ولا الميستو، كنت كنخدم غير الكنار والاخرين كنت كنربيهم. نعم. الصوت والالوان اللي فيهم الشكل واللون ديال المقنين. هذاك العام كان عندي مقنين تقريبا عنده شي 5 سنين ولا، وكان تبارك الله عايش. كنت عندي واحد لافيما الكناري بلا ذكر. قلت اجي نعمل واحد التجربه، طلقتها. خرجوا لي اول تجربه، خرجوا لي مساته. ملي دخلت الجمعيه قلت لهم انا عندي واحد المساته راه عليني نقزو. قالوا لي خصك توكل كذا، وراوني كيفاش كذا كذا. المهم خديت ديك المساته خرجتهم حيدتهم وشريت سرانغ سرانغ وبديتي كذا، وشريت الباتي دخلتي لعالم اخر. وبديت التجربه، وراوني الحاج الرحموني كان عقل وراني كيفاش نوكل. بديت كنوكل وحفظت ديك المساته. باش حفظتهم طلبت كوبيا مع عند الاخوان. شكون اللي عطاها لك؟ عطاها لي بمشقة الأنفس. هي صراحة كنقولها، عطاها لي بمشقة الأنفس، يعني بقيت كنأنسيسي كنأنسيسي كنأنسيسي. عطاها لي رئيس الجمعية زهير حادوش. زهير؟ إيه. عطاني واحد زهير، عطاني واحد السيدي فيه مجموعة ديال الكوبيات. ما عقلتيش. داكو كانوا فيهم مجموعة. مجموعة الكوبيات، وكانوا شي كوبيات فيهم بزاف الحداديات، بيناتهم الحداديات اللي تحيدوا تيتاتين ستاتان ستاتان ستاتان. وكنت خديت واحد الكوبيه وخدمت بها، كانوا فيها ستاتان وكذا. ما كنتيش عارف حتى هزيتها وقلت بسم الله. كنهضر لك كانت 2012 وسبحان الله هذوك جوج مساده جابوا الكلام. جابوا الكلام وجابوا الفساد. كانت اول تجربه. وبالنسبه ملي بديتي كتجلس مع هاد الاخوان هادو ديال الكوبيه، من طبيعه الحال كتسمعهم كيدويو، كتسمعهم كيدويو على الكوبيه، على واحد المصطلحات، على واحد ثقافه اخرى. انت يعني واش كنتي كتسول ولا كان كيجيك داكشي غريب ولا غتعلمو ولا ما غتعلموش؟ واش زوين ولا ما زوينش؟ واش عنده علاقه بالمقنين ولا ما عندوش؟ شوف يعني فضل الله، فضل الله اولا، وفضل الاخوان في جمعيه الاتحاد انذاك. كانوا كيجلسوا في القهوه تبارك الله موالاه وحكام. نعم. وكان الكلام كيدور على الولاعه. طبيعة الحال الشهور الأولى الواحد أنا بطبيعي كنت شوية تيميد، كنسمع وكنسجل وما كنسولش، ولكن الحب ديالي للاطلاع ومعرفة والآخر خلاتني بديت كنسول. يعني الموسم كان كيبدا شهر 10 يمكن، أنا ذاك شهر 10، أنا جلست معاهم في شهر 6 شهر 7 شهر 8 بديت كنسول. وابل من الاسئله. حتى انا ذاك الاخوان كيقولوا لي وغي صبر غيبدا الموسم وغيكونوا دروس غتعرف. وانا كنسول. كانوا الاخوان تما الحكام كانوا كيجاوبوني مره كيعطوني معلومات كذا كذا، ولكن واخا هكذا كان كتبان لي داك الشيء غريب وخصني نعرف. الحمد لله من بعد بدا الموسم وبداو الدروس. شكون كان كيدير الدروس ديك الساعه؟ كان انا ذاك الحكم سي رضا مفتاح، ايه، والحكم سي عبد الرحمن بن جيد. بن جيد، ايه، هادو جوج اللي كانوا كيعطيو الدروس. كانوا الدروس انطلاقا من الكوديغو. الكوديغو كان عندنا ذاك كنظن الكوديغو ديال 2011. تبارك الله،
كان داكشي يعني مدرسه الحمد لله مدرسه وفضل يعني طبيعه الحال دائما فضل الله والفضل ديال المجهودات ان واحد الانسان كيبغي يجتهد خصو يوصل فضل هاد الاخوان هادو كذلك طبيعه الحال انا ما اكتفيتش بهذا الشيء ربحت وخديت الكوديكو مع الاخوان وحطيته في البيسي وليالي تبقيت كنديرونجي الدار كنصنطات بالكاسك وكنتصنط وكنقرا وكنترجم كانت الكتابه اسبانيوله كنترجمها للفرونسي وكنفهم وكنعاود نتصنط يعني بديت كنشتغل لان بالنسبه لي انا هذا الشيء الكوبيا كان تينيمفيو هذه ثقافه انا خديته كموضوع ثقافي ماده ثقافيه خصني نستوعبها صح معقوله قبل ما تكون هوايه هي ماده ثقافيه هي علم خديتها ماده ثقافيه قلت انا خصني نستوعبها بالقوانين ديالها بالمفاهيم الصحيحه ديالها بهذا الحب هذه الهوايه انك اجتهدتي وليتي كتعرف وطبيعه الحال وليتي كتشارك في الكونكور حفظوا عندك الطيور وليتي كتشارك على حسب هذا الشيء اللي كنشوف دابا هادو تبارك الله عدة جوائز الحمد لله من فضل الله من عند عدة الجمعيات ديال المغرب الحمد لله ولا مراد عنده واحد الصيت ديالو كبطل كيشاك دابا مراد الفكرة أنه يدوز التحكيم مرحلة التحكيم اللي دوزتي في 2015 في أصيل ياك اللي هو الدبلوم ديالها هو هذاك بالضبط كيفاش جات الفكرة بعجاله وصافي صراحه ما كانش عندي الفكره انني نشارك في التحكيم ولا ندوز التحكيم انا قلت لك خديت هذه الهوايه ك اشباع اشباع لواحد يعني ان بوزوان ديالي بغيت نتعلمها بغيت ندخل لان عندها علاقه بواحد الهوايه اللي كتعجبني واللي كبرت فيها صراحه حتى نهار الكونكور وحنا غنتنقلوا لمدينه الازيله وما كانتش عندي الرغبه انني فكره كاع ما عندكش الاخوان شجعوني الاخوان بيناتهم الحكام رئيس الجمعيه نائب الرئيس انا ذاك شجعوني بعض الاخوان مراد تبارك الله عليك راه بديت كتفهم الاخر دخول ما تخسر والو والله حتى انا ملي تنقلت للازيله ما تنقلتش حتى بالسياره ديالي تنقلت مع الاخوان وخليت في السياره الوراق والفلوس وكل شيء ملي وصلنا لتما ما عندي لا بطاقه لا حتى شي حاجه ملي وصلنا تما قال لك لا والو مراد اللي ضروري دوز طنجه خصك خصنا شي واحد يدوز في طنجه قلت له براكين اخويا لا بغيناك دوز انت 300 درهم في طاوله التسجيل كيقولوا لي مراد نسجلو قلت لهم انا ما جبتش فلوس واحد من الاخوان جبد قال لها 300 درهم مراد صافي قلت له انا خليت فلوس الطوموبيل قال لي ملي ترجع عطيهم لك صافي يلا مشات خلص 300 درهم دخلت ندوز قلت انا المهم انا ما دخلتش على التحكيم قلت ماشي مشكله ندخل ندوز المستوى ديالي باش نعرف المستوى ديالي لان هذا حاكم اسباني غيعطينا امتحان باش نعرف المستوى ديالي كيف ما كان الحال هذاك الحكم الاسباني عملنا السي دي اوديو قالنا غنسمع لكم في الاول سي دي اوديو في الاول غير تنطوا ما تعمروش حاضر انا ديك الساعه عاد مره ثانيه غتبداو تلقنا الثاني لاحظنا عليه قلنا له الثاني راه ماشي بحال الاولاني غلط الثاني قالنا سمحوا لي راه وقع الخطا عاود تلقنا الثاني بديت كانت عندي واحد شوف اهم شيء في التركيز كل اريحيه خرجوا النتائج جاب الله تيسير مورا درك ناجح الله اكبر وحنا دخلنا غير ما وجدنا ما راجعنا واخا خويا هاد الجوائز هادو كنشوف قدامي دابا هاد الشواهد اول جائزه اللي ربحتي كيفاش حسيتي لان من الجزائر لهنايا كاين واحد التقدم كبير في الولاعه اول جائزه شديتيها مع الاولى ولا الرابعه ولا الله كيلكو سوا المرتبه ولكن انت باش حسيتي
كنت خديت جائزة في 2013 في 13 بواحد المقنين كنت حفظته وكم كم ما شاء الله مقنين مزيون وشنو ما كي الكونكورات ما كيتكلمش دائما في البيكي تحطه في الارض كيتكلم كتعرفوا في البيكي كيسكت ما كيتكلمش بزاف ولا كيتعاطل عاد كيضمن وكان موسم 2013 والحمد لله هاد الطائر هذا تحصلت على مرتبتين تكلاسيت جوج مرات مرات المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه اول مره تكلاسيت يمكن كانت المرتبه الثانيه عشان كانت واحد الفرحه واحد السعاده لا تصور ياك يعني ما شاء الله وحتى الاخوان فرحوا بيا وكذا وقالوا لي الكلمه اللي كيقولوها كل شيء تضربت لك الشوكه ملي كتطلع البوديوم صافي ملي كتطلع البوديوم وتشد لاكوب تقدينا تبغي تطلع الشوكه هذيك تسمى الشوكه ملي كيضربوا لك الشوكه صافي صافي الولاعه ما غتحيدش ياك دابا هاد الجوائز بطبيعه الحال بزاف ديال العمل كتقوم به وعندك طريقه باش كدير تحفظ الطيور ديالك والطريقه ديالك ربما كتنجح باش كيحفظوا عندك الطيور هادشي علاش كنشوف هاد الجوائز واش تقدر تعطي شي نصيحه للناس سواء مبتدئ او قديم المهم هي كما كنقولوا ليست بقاعده ولكن غير الطريقه ديال المراد لان بصفه بالنسبه لهادشي اللي كنشوف راه كاين اجتهاد كاين شي طريقه كاين شي انغريديون اللي كيوصلك لهاد النتيجه شنو هي طريقتك في الخدمه معاهم شوف هي كما نقولوا يا با سكري ويا با اون سول ميثود ما كاينش طريقه واحده ومي يكذب عليك حد يقول لك زعما كاين واحد ان سكري الا عرفتو صافي نجحت فيه طريقه ان الطير خصك تتعامل معاه تكون عندك واحد المعامله شخصيه معاه يعني الطير كيعرفك ويرتاح لك يعني كتحطو في واحد لي كونديسيون باش هو يتلقى ديك الكلام ما خصوش تكون طماع ما خصوش تكون طماع انك تعطيه كلام كبير عليه جميل اذا تعطيه كلام كبير عليه تريسكي تقدر مثلا تشتغل نص تعطيه كلام متوسط ونص تعطيه تزيد له شي حاجه باش ما يخرجكش العام قولو خاوي المهم احسن طريقه انك انا بالنسبه ليا هو انك تعدل الطريقه ديالك الشخصيه داكوغ تاخذ تجارب عند الناس وتصايب ديالك انت صوب ديالك اللي غتوصلك النتيجه التركيبه سمع التراكيب كاملين اللي كاينين عجبتك شي وحده تقدر تخدم بها تبدا بها كتجربه ولكن كما نقول عام على عام انت كتقدم خصك شوف لما حنا كتخدم واحد العام خصك تعمل خلاصه العمل ديالك ديال السنه وتعمل واحد تحليل ديال السنه حفظوا لك الطيور ما حفظولكش علاش جابوا الفساد علاش يعني خصك تعمل واحد الاناليز واخا خويا مراد بالنسبه لان مراد ملي خرج 2014 يعني اهتم به كثير بديتي كدير فيه دي فورماسيون الناس درتي فيه دي فيديو بديتي كتحكم به بديتي كتفسو الناس ياك شنو هو الفرق بين 2014 بعجاله وهذاك 2011 اللي قلتي او 2007 او 2008 او القدام او الاندلسي ولا شوف ما هو جديد 2014 معمق ومفسر اكثر من القوانين اللي سبقت يعني 2014 كنقولوا هو جا متمم للكوديغو اللي كانوا قبل لان دابا اسبانيوم اللي كيخدموا راه ماشي نزلوا 2014 لا علاقه له بال 2011 سي سي ان كونتينيتي شي كونتينيتي غادي ملي كتشوف انت 2008 وتشوف 2011 كتحس بان كاينه اون ايفولوسيون 2014 كاينه اون ايفولوسيون ولكن اللي لاحظت هو ان بين 2011 و 2014 كاينه واحد اون ايفولوسيون كبيره لا من ناحيه الشرح ولا من ناحيه التدقيق يعني نعم في القوانين متفق معك دونك 2014 تحصلنا عليه من انترنت كان واحد الموقع ولا خو سميتو كانوا فيه الحكام اسبان وكذا كنا دخلنا له شاركنا فيه وتحصلنا عليه وكان حتى عند الحكم هنا الحكام ديالنا تحصلوا على حتى هما عليه
وبدينا مادام خرج 2014 قلنا حنا نبداو سواء نشوفوا فيه ونقراو عليه ما باش ما نبقاوش ناخذوا الجديد صح. ملي بدينا كنشتغلوا عليه جبرنا بان 2014 راه فيه اختلاف كبير بالواقع الولاعي اللي كنعيشوه. يعني كاين بعض القوانين اللي حنا ملي نشوفوا الجدادة ديالنا انذاك نهضر في 2014 2015 جدادة ما فيها فرق مع 2014 صح. وحتى من ناحية التحكيم كاين فرق صح كاين فرق كاين بعض الأخطاء اللي كيتكازا واحد خانة خانة هنا ما كاينش. المهم كاين المهم جاب الجديد مازال باقي كنهضروا على القانون. عندي واحد السؤال غتجاوبوا جري شوية وغتجاوب عليه. علاش سي عبد الرحمن جيد كيبان في الصورة كيبان غير مراد ميموني؟ انا بجوجكم خدمتو بجوجنا خدمنا ولا هو حيد من الولاعة؟ لا ما حيدش ولا ولكن يمكن انا بالنسبة لي لسببين. السبب الاول يمكن هو نقولوا تيميد شوية. والسبب الثاني هو ان هذا القانون ما خديتوش كقانون يعني عادي نجتهد فيه والسلام. لا هذا القانون هذا رجع جزء من تفكيري، جزء من حياتي، جزء من يعني كنقول لك جزء من الاكل ديالي من التنفس ديالي. يعني هذا القانون هذا عايش معايا. عبد الرحمن فينا هو عبد الرحمن كان دائما بجنب ديالي. يعني في هذه الترجمه دائما اشتغلنا يعني جميع بجوج بينا عمرنا ما جلسنا واحد ولا رقم. دونك هو ما خداش كيفاش خديتيه انت؟ لا يمكن يمكن يمكن, يمكن يمكن هو لاحظ ان ملي بديت انا في الدروس وطريقه الالقاء ديالي وطريقه الشرح ديالي انني ضفت واحد اسلوب جديد وصلت للقانون باسلوبك اللي سي عبد الرحمن ولا سي رضا كان عندهم اسلوب ديالهم وشافوا الاسلوب ديالي فكانوا كيفضلوا انهم يدوزوا المشعل ليلي فهمتي بهذا الاسلوب الجديد ديالي فهمتي اللي شافوا بانني كنوصل يمكن بطريقه سهله ولا اخر. دونك دوزوا المشعل. باقي سي عبد الرحمن باقي كتشوفوا باقي؟ والله انقطعت العلاقة والاتصال معه منذ يمكن 2018 كنسلموا عليه من هذا المنبر من هذا الفيديو اللي كنسلموا عليه. خويا مراد بالنسبة لهاد الحكام اللي كاينين دابا هذه بقات لينا دقيقة ان شاء الله ونختموا غير في عجالة. الحكام اللي عندنا دابا الحكام انا عطيك واحد السؤال. الحكام اللي عندنا بغيتي تجاوب عليه جاوب عليه بغيتي تجاوب عليه تغاضى ما عنديش مشكل. الحكام اللي عندنا كلهم بغيتي شكون هو اللي بغيتي يحكم لك طائرك بدون تفكير؟ شكون؟ رضا مفتاح. يا واحد صديق؟ لا علاش قلت رضا مفتاح؟ راه حكم مرتبة أولى على مستوى المغرب بشهادة أنذاك الجميع بشهادة الجميع وكان حاز نجح في امتحان درجة بي بميزات 100%. تبارك الله. كاين اخوان اخرين اللي كطيح الطير ديالي عندهم ما عنديش مشكل بالعكس كنكون مرتاح. كاين مراد العسري من مدينه القصر الكبير كاين غريغر مدينه طنجه مدينه الدار البيضاء كاين منير جباري. كي داز الامتحان ديال الجديده بصفة عامة منضوع عام الامتحان ديال هاد السنة ديال الامتحان الجديدة منضوع عام الحكم خوسي ياك سميتو جاب امتحان مستوى عالي تبارك الله ما شاء الله هو الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. والاخوان اللي اجتازوا امتحان يعني تبارك الله عليهم الحمد لله كنحييهم على الشجاعة ديالهم والاخر حتى حنا كنحييهم تبارك الله كانوا في المستوى واللي نجحوا مبروك عليهم والله يوفقهم واللي ما نجحش العام الجاي ان شاء الله ما يعني ما ساعفهمش الحظ هذه غير البدايه هذه غير بدايه المشوار. شكرا بزاف على الاستضافه وبارك الله فيك وسمح لي خديت لك من وقتك
وبارك الله فيك، نتمنى تكون بالعكس حلقة زوينة إن شاء الله. ان شاء الله، بالعكس سي علي، شرفتنا بحضور بارك الله ديالك فيك. وشرفتنا بهاد الحلقة هذه، بارك بارك الله الله فيك، فيك. ونتمنى ان الحلقة هذه تنال اعجاب إن الاخوان. شاء الله أخويا، إن شاء الله. تحية طيبة للجميع. شكرا.